Tell me, how did you get so cold enough to chill my bones? It feels like I don't know you anymore. I don't understand why you're so cold to meet with every. مش نحسب روحي نصور لك انا مش احكي لكم عن الطفله هذه مع القاده بالضبط مقابلتني لهنا كل شيء اختي الغاليه دور تليفون احكي لكم عليه في ستوري من بعد هذه. طلعوا شنو تعشت صحن والله في كعبة طماطم مقصوصة والله وكعبة زيتون قسما بالله كلتوا الكل لسه على صحته معناها ما نحكي لكم شو ولا حسيته ولا دي هو وبعد جهز البرجر هسيبهم كملت وقلت له بين مش نورمال قلت له والله قلت له اول مرة ناكل هكا في حياتي بدي تشكر وتشكر هاي بتخلص عاد كنت خلي له بربور على كعبة طماطم ماني نتيح نخدم انا ماني نموت ما يصير فيا